بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الفيديو ده على معيار المحاسبة الدولي رقم 41 اللي هو بيكلمني على الاجريكالتشر الزراعه. قبل ما ندخل على المعيار ونشوف ازاي المعيار بيتكلم على الزراعه، تعالوا نفهم ايه هي فكره المعيار ده. يعني ايه اجريكالتشر اكتيفيتي؟ يعني ايه نشاط زراعي؟ انا بعمل ايه في النشاط الزراعي ده؟ انت بتعمل مانجمنت او ذا بيولوجيكال ترانسفورميشن، انت بتدير عملية تحول حيوي بيولوجيكال ترانسفورميشن لحاجتين اتنين، للحيوانات او النباتات او الاتنين مع بعض يعني. طب يعني ايه انا بعمل مانجمنت؟ يعني ايه انا بدير البيولوجيكال ترانسفورميشن، التحول الحيوي للحيوانات؟ يعني انت بتشتري الحيوان الصغير زي ما انت شايف كده، يقعد عندك فترة، اللي يحصل له بيولوجيكال ترانسفورميشن، تحول حيوي. الحيوان ده بيكبر، وزنه بيزيد، الجودة بتاعته بتكون افضل، سعره في السوق بيزيد. يعني دلوقتي الحيوان ده حصل له بيولوجيكال ترانسفورميشن، حصل له تحول حيوي. وخلي بالك، انت اللي عملت مانجمنت، انت اللي بتدير عمليه التحول الحيوي دي، انت اللي بتهتم بالحيوان ده، بتقدم له اكل مثلا عشان يحصل له ايه، عشان يحصل له بيولوجيكال ترانسفورميشن، عشان يحصل له تحول حيوي. او ممكن عندك في المزرعه الحيوانات دي يحصل لها ايه، تتكاثر ويتولد عندك حيوان جديد. تمام، ده بالنسبه ليه، ده بالنسبه للحيوانات. طب بالنسبه للنباتات، يعني ايه انا بعمل مانجمنت؟ يعني ايه انا بدير عمليه البيولوجيكال ترانسفورميشن، التحول الحيوي للنباتات؟ يعني والله انت بتزرع الشجره زي ما انت شايف كده، بيعدي عليها وقت، اللي بيحصل لها، بيحصل لها بيولوجيكال ترانسفورميشن، بيحصل لها تحول حيوي، الشجره بتكبر وبتبدا تطلع لك ثمار. خلي بالك، انت اللي عملت مانجمنت، انت اللي بتدير عمليه البيولوجيكال ترانسفورميشن، عمليه التحول الحيوي اللي قدامك دي. كلام جميل. طب دلوقتي ازاي هتعامل مع الحاجات دي؟ الحاجات دي ازاي هتاثر معايا على الفاينانشال ستيتمنتس بتاعتي، على القوائم الماليه بتاعتي؟ تعال نبدا الاول بالحيوانات. المعيار بيقول لك لو انت هتشتري الحيوان بغرض ان انت تدير عمليه التحول الحيوي للحيوان ده، الحيوان ده هنقول عليه بيولوجيكال اسيد، هنقول عليه اصل حيوي، وهيظهر عندك على الميزانيه في سيكشن الاسيدز الاصول، وهتطبق عليه المعيار بتاعنا، المعيار رقم 41 اللي هو بيتكلم على الزراعه. وخلي بالك، المعيار بيقول لك بالنسبه للبيولوجيكال اسيد ده هتسجله انيشيالي اول ما تشتريه، وسبسيكونتلي في تاريخ اداء القوائم الماليه ات ايتش ريبورتنج ديت، البيولوجيكال اسيد ده لازم يظهر عندك بالفير فاليو ليس كوست تو سيل. يعني ايه فير فاليو؟ يعني الاصل ده عامل كام في السوق. يعني ايه كوست تو سيل؟ يعني مثلا عشان ابيعه في المستقبل فيه كوميشن هدفعه، فيه عموله هدفعها عشان عمليه البيع دي تتم، فالكوميشن دي بنقول عليها كوست تو سيل. يبقى دلوقتي خلي بالك، الحيوان ده هيظهر عندي على الميزانيه في الاصول، هيظهر عندي بيولوجيكال اسيد اصل حيوي، ودايما انيشيالي وسبسيكونتلي هيظهر عندنا بالفير فاليو ليس كوست تو سيل. طب ليه المعيار عمل كده؟ ليه المعيار بيقول لك اتعامل بالفير فاليو مثلا وما تتعاملش بالكوست؟ لو احنا قلنا يا جماعه هنتعامل مثلا بالكوست مع القصر ده، احنا اشترينا القصر ده النهارده ب 100 دولار، فهنسجله ب 100 دولار. عدى عليه سنه، هنسيبه 100 دولار زي ما هو على الميزانيه في تاريخ اداء القوائم الماليه، صح؟ الكلام ده امتى؟ بعد سنه. يعني بعد سنه من دلوقتي احنا هنقول لليوزرز احنا في عندنا اصل ب 100 دولار. والقيمه دي قديمه، خلي بالك، ال 100 دولار دي تكلفه الاصل وهو صغير. لان بعد سنه من شرائنا الاصل، اللي حصل؟ الاصل كبر، وزنه زاد، سعره في السوق زاد، فما ينفعش يفضل بالكوست. فهي دي الفكره، المعيار بيقول لك استخدم الفير فاليو عشان بعد ما يعدي وقت على الاصل ده، الاصل ده بيحصل له بيولوجيكال ترانسفورميشن، بيحصل له تحول حيوي وسعره بيزيد، فما ينفعش تسيبه الكوست. المعيار بيقول لك استخدم الفير فاليو عشان لما تعمل له تقييم في تاريخ اعداد القوائم الماليه وتسجله مثلا ب 500 دولار، ففعلا ال 500 دولار دي بتعبر عن قيمه الاصل في الوقت ده، في لحظة إعداد القوائم المالية. فهي دي الفكرة، ليه استخدمنا الفير فاليو؟ عشان دايما القيمة اللي هتظهر عندنا على الميزانية قصاد البيولوجيكال أسيت على الميزانية تعبر فعلا عن قيمة الأصل. تمام، اللي ممكن يحصل عندي تاني وأنا بدير عملية البيولوجيكال ترانسفورميشن للحيوان ده، ممكن أعمل هارفست، ممكن أحصد من الحيوان ده لبن. شايف اللبن ده؟ في تاريخ الحصاد at the point of harvest هنقول على اللبن ده agricultural produce، هنقول عليه منتج زراعي،
وهنطبق عليه المعيار بتاعنا، معيار رقم 41. وفي تاريخ الحصاد، يعني في تاريخ حصاد اللبن ده، هتعمل ايه؟ هتقيمه بالفير فاليو ليس كوست تو سيل. هتقول مثلا الفير فاليو عامله 110 والكوست تو سيل عامله 10، يبقى دلوقتي الاجريكلتشر بروديوس اللبن ده عامل 100 دولار. شايف ال 100 دولار اللي انت وصلت لها دي؟ هتسجلها عندك كمخزون في الميزانيه. يعني الفير فاليو بتاعت الاجريكلتشر بروديوس بيقول لك ايه هنا؟ This becomes the initial cost of inventory. يعني انت قلت مثلا عامل 100 دولار، خلاص ديبت انفنتوري ب 100 دولار. وال100 دولار دي بتظهر عندك على الميزانيه كمخزون، ومن اللحظه دي بتطبق على المخزون مع رقم 2 عادي جدا، وبتتعامل معاه بالكوست او الان ار في ايهما اقل، زي ما اتفقنا في معيار المخزون. يبقى دلوقتي تاني في تاريخ الحصاد، اللبن ده هنقول عليه، اجريكالتشرال بروديوس، منتج زراعي، وهنقيمه عامل 100 دولار مثلا. في لحظه التقييم هتسجله كمخزون عندك على الميزانيه، هتقول ديبت انفنتوري. طب كريدت، هتقول كريدت ايه؟ هل انت دفعت فلوس عشان تشتري اللبن ده؟ لا، اللبن ده انت حصدته من الاصل، يعني في اصل زرع عندك اللي هو اللبن، وانت ما دفعتش حاجه، خلاص كريدت جين، انت في عندك ربح، سجله على البروفيت لوس سيكشن في قائمه الدخل. ما تقلقش، هنضرب مثال دلوقتي بارقام وبقيود وبكل حاجه، بس انا عايز اوصل لك الصوره الاول. تمام، ايه تاني اللي ممكن يحصل عندي؟ انا ممكن اعمل سيسيشن، ممكن انهي حياه البيولوجيكال اسيت نفسه، ممكن اتبعه واحوله للحمه زي ما انت شايف كده. شايف اللحمه دي؟ هنعمل معاها نفس اللي عملناه مع اللبن. في تاريخ الحصاد، في التاريخ اللي احنا عملنا فيه السيسيشن اللي انهينا فيه حياه الاصل ده وحولناه للحمه، اللحمه دي في تاريخ الحصاد at the point of harvest هنقول عليها agricultural produce، هنقول عليها منتج زراعي، وهنقيمها في التاريخ ده بالفير فاليو ليس كوست تو سيل. لقيناها مثلا عامله 500 دولار، خلاص سجلها كمخزون عندك زي ما اتفقنا، ديبت انفنتوري اللي هو اللحمه بال 500 دولار. كريدت ايه؟ هل هتقول كريدت جين؟ لا، خلي بالك، انت دلوقتي انهيت حياه البيولوجيكال اسيت، يعني ما عادش موجود عندك، خلاص طيره، قول كريدت بيولوجيكال اسيت، والفرق هتاخد على قائمه الدخل. اوضحها لك دلوقتي بارقام، ما تقلقش، بس انا عايزك تفهم الفكره. تمام، ايه تاني ممكن يحصل عندي؟ ممكن زي ما اتفقنا يحصل تكاثر عندنا في المزرعه، ويتولد عندي حيوان صغير زي ما انت شايف كده. الحيوان ده برضو هنقول عليه بيولوجيكال اسيت، وهنسجله اول ما يتولد ديبت بيولوجيكال اسيت بالفير فاليو ليس كوست تو سيل. كريدت ايه؟ هل انت دفعت فلوس؟ لا، تظهر عندك اصل وما دفعتش حاجه، خلاص كريدت جين على قيمه الدخل على البروفيت لوس سيكشن. فهي دي فكره المانجمنت، الاداره للبيولوجيكال ترانسفورميشن، للتحول الحيوي بالنسبه لايه؟ بالنسبه للحيوانات. تعالى بقى ناخدها من البدايه خالص كده، من اول ما اشترينا الحيوان ده، ونطبق الكلام ده من خلال القيود. لو قلنا دلوقتي يا جماعه ان احنا هنتكلم على الانيمالز، هنا نفترض ان السنه الماليه بتاعتنا تبتدي في 1/1/2021 وبتنتهي في 1/3/12/2021. تعال ناخد الموضوع من البدايه خالص، اول ما اشترينا الحيوان ده، نقول مثلا ان احنا في 1/1/2021 اشترينا الحيوان ده بورشيزد اكاو، اشتريناه مثلا، دفعنا تكلفه الشراء 500 دولار. الكلام ده امتى؟ اول ما اشتريته، يعني انيشيلي. التاريخ ده احنا بنقول عليه انيشيلي. هتسجله بكام زي ما اتفقنا؟ هنسجل عندنا بيولوجيكال اسيت بالفير فاليو ليس كوست سيل. انت دلوقتي دفعت 500 دولار صح؟ كريدت كاش بال 500 دولار. في المقابل هتعمل ايه؟ هتعترف بالحيوان ده كبيولوجيكال اسيت، كاصل حيوي عندك، فهتقول ديبت بيولوجيكال اسيت، اصل حيوي. هل هتسجله ب 500؟ لا، ال 500 دي تكلفه الشراء، احنا اتفقنا هنسجل البيولوجيكال اسيت انيشيال وسبسيكونتلي بالفير فاليو ليس كوست تو سيل. فلازم في تاريخ الشراء تشوف الفير فاليو ليس كوست تو سيل عامله كام. لو قلنا مثلا الفير فاليو للحيوان ده اول ما اشتريناه كان عامل 500، ليس الكوست تو سيل عامله مثلا 20، فدلوقتي الفير فاليو ليس كوست تو سيل
للبيولوجيكال اسيد ده عامل 480، خلاص سجله بالمبلغ ده. لو طلع زنا الفير فاليو اقل من المبلغ اللي انت دفعته، يعني انت دلوقتي دفعت 500 دولار وفي المقابل سجلت اصل عندك على الميزانيه بمبلغ اقل من ال 500 دولار، يعني انت دلوقتي في عندك ايه؟ في عندك خساره ديبت لوس هتسجلها على قائمه الدخل بالفرق ما بينهم. يبقى خلي بالك، ممكن وانت لسه بتشتري الاصل الحيوي ده يحصل عندك خساره من البدايه. ليه الخساره دي حصلت؟ لان الفير فاليو بتاعت البيولوجيكال اسيت اقل من التكلفه اللي انا دفعتها، عشان كده حصل عندك خساره. طب امتى يحصل عندك ربح؟ لو العكس، لو الفير فاليو دي اكبر من القيمه اللي انت دفعتها. طب امتى ما يحصلش ده ولا ده؟ لو الاثنين قد بعض، لو الاثنين مثلا ب 500 خلاص ديبت بيولوجيكال اسيت كريدت كاش. تمام، ده انيشيالي اول ما اشترينا الاصل ده. بعد كده هنوصل لتاريخ اعداد القوائم الماليه اللي احنا بنقول عليه سبسيكونتلي. هيتعامل معاه ازاي؟ مع البيولوجيكال اسيت ده زي ما اتفقنا انيشيالي، وسبسيكونتلي البيولوجيكال اسيت لازم يظهر عندنا بالفير فاليو ليس كوست تو سيل. خلاص اعمل له اعاده تقييم، شوف في التاريخ ده البيولوجيكال اسيت عامل كام في السوق، الفير فاليو ليس كوست تو سيل. زي ما انت شايف كده عدى سنه البيولوجيكال اسيت كبر صح، فاكيد سعره زاد في السوق. فتعال نقول مثلا ان الفير فاليو للبيولوجيكال اسيت ده للاصل الحيوي ده عامل 2500 ليس كوست تو سيل مثلا 20. فدلوقتي قيمه الاصل زادت، البيولوجيكال اسيت اول ما اشتريته انت سجلت 480، بعد كده في تاريخ اعداد القوائم الماليه بعد سنه قيمته بقت عامله كام؟ 2480، يعني زادت ب 2000. خلاص زود قيمه الاصل ب 2000، هتقول ديبت بايولوجيكال اسيت هتزوده بالكام؟ بالفرق ما بينهم اللي هو 2000 وكريدت ايه؟ انت في عندك ربح نتج عن اعاده التقييم دي، انت الاصل كان 480 وبعد كده قيمه الاصل زادت ففي عندك ربح، فاعترف بالجين ده على ايه؟ على سيكشن البروفيت لوس في قائمه الدخل. تمام، طب دلوقتي لو حبينا نعمل الميزانيه بتاعتنا ونشوف البيولوجيكال اسيت هتظهر بكام، هيظهر عندنا في الاسيت سيكشن. طب هل هيظهر عندنا في النون كرنت ولا في الكرنت سيكشن؟ المعرب بيقول لك بالنسبه للبيولوجيكال اسيت ولا بتظهر في الكرنت ولا بتظهر في النون كرنت، بتظهر في الاصول بس بتظهر في مد منفصل. طب ليه يا معيار هنعمل كده؟ والله المعيار قال لك انت ما تعرفش الحيوان ده عمره قد ايه، عشان كده مش هتقدر تقول انا هسجله في الكرنت ولا في النون كرنت. بس عايز اقول لك على حاجه تانية، يعني في عندنا شركات بتسجل البيولوجيكال اسيتس في النون كرنت اسيت سيكشن وعادي جدا في البراكتس. وبرده في امتحان سبتمبر 2020 في الامتحان كان في عندنا سؤال على المعيار ده، في الاجابه الاكزامينرز تيم في الاجابه اللي هم كتبوها، يعني زي ما نشوف هنحل مع بعض المثال ده يا جماعه في اخر الفيديو ما تقلقوش، هو مثال حلو. بس اللي عايز اقول لك عليه ان في الاجابه نفسها قال لك ان البيولوجيكال اسيد دي هنسجلها في النون كرنت اسيد سيكشن، مع انه في المعيار نفسه قال لك البيولوجيكال اسيد هتظهر عندك في بند منفصل في سيكشن الاصول، مش هتظهر في الكرنت ولا في النون كرنت. بس في البراكتس زي ما اتفقنا عادي جدا ممكن تظهر في النون كرنت اسيد سيكشن. يبقى دلوقتي احنا في عندنا على الميزانيه بيولوجيكال اسيت عامله كام؟ كانت عامله 480، بعد كده زادت ب 2000 بقت عامله كام؟ 2480، اللي هي ايه؟ اللي هي الفير فاليو في تاريخ اعداد القوائم الماليه في التاريخ ده. يعني فعلا المستخدم لما يقرا القوائم الماليه ويشوف كده انت في عندك اصول حيويه عامله 2480، فعلا القيمه دي بتعبر عن قيمه الاصل الحيوي ده في نفس التاريخ. تمام، بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هنعمل هارفست زي ما اتفقنا كده، هنحصد لبن من الاصل الحيوي ده. فتعال نقول في 2021 ايه اللي حصل يا جماعه؟ عملنا هارفست، عملنا حصاد للايه؟ للبن ده. فاللبن ده هنقول عليه ايه؟ هنقول عليه agricultural produce، منتج زراعي. agricultural produce اللي هو ايه؟
اللي هو اللبن. شايف الاجريكالتشر بروديوس ده في تاريخ الهارفست زي ما اتفقنا، اول ما تحصله هتقيمه بالفير فاليو ليس كوست تو سيل. فعايزين نشوف قيمة اللبن ده في السوق عاملة كام. قول مثلا اللبن ده عامل 200 دولار، والكوست تو سيل عاملة 10 دولار. يبقى الاجريكالتشر بروديوس المنتج الزراعي اللبن اللي عندي انا قيمته لقيته عامل كام؟ لقيته عامل 190. شايف ال 190 دي؟ انت دلوقتي في عندك لبن، خلاص حطه في المخزن عشان تبيعه، سجله كمخزون عندك على ميزانية. ديبت انفنتوري بالايه؟ بال 190 دي. يبقى خلي بالك الانيشال كوست بتاعت الانفنتوري عبارة عن ايه؟ عبارة عن الفير فاليو ليس كوست تو سيل للاجريكالتشرال بروديوس، للمنتج الزراعي اللي هو الايه؟ اللبن. امتى الكلام ده؟ في تاريخ الحصاد. سجلت المخزون اهو، بعد كده هيتعامل مع المخزون طبقا لمع رقم 2، وهتسجله عندك على الميزانيه باللور اوف بالاقل من الكوست او الان ار في. دلوقتي المبلغ ده بقى الكوست بالنسبه للانفنتوري، تمام. في المقابل هتعمل ايه؟ هل هتقول كريدت كاش؟ لا، انت ما دفعتش اي تكلفه عشان يجي لك اللبن ده، انت حصدته، يعني ظهر عندك اصل اللي هو اللبن من غير ما تدفع حاجه. ففي عندك جين، في عندك ايه؟ جين هيظهر عندنا في سيكشن البروفيت لوس المبلغ ده، تمام. ايه تاني اللي ممكن يحصل يا جماعه؟ احنا دلوقتي حصدنا اللبن، احنا ممكن نحصد الاصل نفسه، البيولوجيكال اسيد نفسه، ممكن نتبعه نعمل له سيسيشن، ننهي حياته زي ما انت شايف كده، ونحوله للحمه، اللحمه اللي قدامنا دي زي ما اتفقنا. اللحمه دي هنطبق عليها نفس اللي عملناه مع اللبن، بس في تغيير بسيط كده في القيد زي ما هنشوف كمان شويه. يبقى في تاريخ حصاد اللحمه دي هنقول عليها ايه؟ هنقول عليها agricultural produce. تعالى كده نقول مثلا ان احنا، سوري، هو المفروض هنا دي 2022، اوكي. نقول مثلا ان احنا وصلنا 25/2/2022، عملنا هارفست، عملنا حصاد. بس خلي بالك انت حصدت الاصل نفسه، يعني انت ذبحته حولته للحمه، اللحمه دي هنقول عليها ايه؟ هنقول عليها agricultural produce، منتج زراعي. agricultural produce اللي هو ايه؟ اللحمه. تمام. اللحمه دي زي ما اتفقنا، او الاجريكالتشر بروديوس المفروض في تاريخ الحصاد يا جماعه، في نقطه الحصاد بنقيمه بالايه؟ بنقيمه بالفير فاليو ليس كوست تو سيل. مثلا اللحمه دي لما حصدناها، لما ذبحنا وخزناها عندنا في المخزن زي ما انت شايف كده، لقينا الفير فاليو للحمه دي عامله 3000، والكوست تو سيل عامله 35 دولار مثلا. فدلوقتي قيمه اللحمه دي في السوق عامله كام؟ عامله 2965. زي ما اتفقنا الاجريكالتشر بروديوس بنسجله كايه؟ بنسجله كانفنتوري، كمخزون. يبقى دلوقتي هنقول له خلي بالك احنا في عندنا لحمه، في عندنا مخزون هنبيعه في المستقبل عباره عن لحمه اهو، انفنتوري بالكام؟ ب 2965. يبقى تاني خلي بالك الانفنتوري بيظهر عندك بايه؟ الانيشال كوست بتاعت الانفنتوري عباره عن الفير فاليو ليس كوست سيل بتاعت الايه؟ بتاعت الاجريكالتشرال بروديوس، بتاعت المنتج الزراعي. طب في المقابل هل هتسجل جن على طول؟ لا، خلي بالك انت هنا عملت ايه؟ انت هنا ذبحت الاصل الحيوي، ذبحت الحيوان ده، يعني ما عادش موجود عندك، خلاص شيله من على الميزانيه. يبقى كريدت بيولوجيكال اسيت بالقيمه بتاعته اللي هي كانت متسجله عندنا هنا ب 2480. بص معنى القيد ده يا جماعه، معنى القيد انت بتقول له ايه؟ انت بتقول له انا كان عندي بيولوجيكال اسيت وذبحتها فطيرتها هنا اهو بالمبلغ بتاعها، بعد كده لما ذبحتها اتحولت معايا اللحمه، صح؟ فسجلت اللحمه عندي كمخزون على الميزانيه بالمبلغ ده. وخلي بالك انا لما قيمت اللحمه تاني، لما ذبحت بقى وقيمت اللحمه، لقيت سعرها زاد، صح؟ فعشان كده هيظهر عندك هنا ربح، هيظهر عندك هنا ايه؟ ربح. الربح ده هتسجله على ايه؟ على سيكشن البروفيت لوس، بالفرق ما بينهم. يبقى تاني خليني اقول لك فكره الخطه تاني. انت عملت ايه؟ انت عملت سيسيشن، انهيت حياه الاصل، صح؟ حولته للحمه، اللحمه دي في تاريخ الحصاد هتقول عليها ايه؟ هتقول عليها اجريكالتشر بروديوس، منتج زراعي، وهتقيمها بالفري فاليو ليس كوست تو سيل زي ما عملنا هنا. وبعد ما تقيمها هتسجلها عندك كمخزون،
في المقابل انت عملت ايه؟ انت ذبحت الاصل اللي عندك اللي بيولوجيكال الاسيد، عملت سيسيشن، انهيت حياته، خلاص طيره من على الميزانيه، والفرق خد على قيمه الدخل. في الحاله بتاعتنا لان الفير فاليو اللي هنا بتاعت الاجريكلتشر بديوس اللي سجلت معانا كمخزون اكبر من البيولوجيكال اسيد، ظهر عندنا ايه؟ ربح. لو العكس اللي حصل هيظهر عندنا خساره. يعني لو الرقم ده اقل من الرقم ده هتلاقي في عندك خساره. تمام. لو حبينا نعمل مثلا او نشوف التاثير على الميزانيه في التاريخ ده في 25/2/2022 ايه اللي هيحصل؟ بص، انت اخر ميزانيه كنت عاملها هنا كان في عندك بيولوجيكال اسيد متسجله، صح؟ بس انت قفلتها هنا اهو، خلاص مش هتظهر معاك تاني على الميزانيه، طيرها. ايه اللي هيظهر معاك؟ هيظهر عندك في الكرنت اسيد سيكشن، هيظهر عندك المخزون اللي انت حصدته اللي هو ايه؟ اللي هو ده ال 190 اللي هي عباره عن اللبن اللي انا حصدته بلس ال 2965 اللي هي عباره عن اللحمه اللي انا حصدتها، توتال 355. طبعا هتوضح له بقى في الايضاحات ان المبلغ ده هنقسمه لرقمين، مبلغ عباره عن لبن ومبلغ التاني عباره عن ايه؟ عباره عن لحمه. هي دي فكره يا جماعه المانجمنت للايه؟ للبيولوجيك ترانسفورميشن، للتحول الحيوي بالنسبه للحيوانات. في البدايه خالص انت بتسجله كبيولوجيكال اسيد، كاصل حيوي، وبتسجله بالفير فاليو ليس كوست سيل. بعد كده بتوصل لتاريخ اداء قوائم ماليه، تعمل له اعاده تقييم بالفير فاليو ليس كوست سيل وتسجله باحدث قيمه، واي فروع عندك تاخدها على سيكشن بروفيت لوس على قيمه الدخل. بعد كده ممكن اللي يحصل، ممكن تعمل هارفست، ممكن تعمل حصاد للاصل ده، ممكن مثلا تحصد لبن، اللبن ده في تاريخ الحصاد at the point of harvest هتقول عليه agriculture produce، منتج زراعي، وقيمه بالفير فاليو ليس كوست سيل. القيمه اللي انت هتوصل لها دي سجلها ديبت انفنتوري، وفي المقابل كريدت جين، انت ظهر عندك اصل وانت ما رفعتش حاجه، فكريدت جين على قيمه الدخل. او ممكن زي ما قلنا نحصد البيولوجيكال اسيت نفسه، نذبحه ونحوله للحمه، اللحمه دي هتقول عليها ايه؟ هتقول عليها برضو في تاريخ الحصاد agricultural produce، منتج زراعي، وهتقيمها بالفير فاليو ليس كوست سيل، وهتسجلها ايه؟ وهتسجلها كمخزون ديبت انفنتوري. في المقابل كريدت، انت ذبحت الاصل ده طيره، يبقى كريدت بيولوجيكال اسيت، والفرق عندك سواء ارباح او خسائر سماها في سيكشن البروفيت لوس. تمام. اللي ممكن يحصل عندي تاني في بالنسبه للحيوانات، ممكن يتولد حيوان جديد زي ما انت شايف كده. فلما يحصل عندنا عمليه procreation، لما يتولد عندي حيوان جديد زي ده كده، هنعمل ايه؟ تعمل نفس الكلام، هتقيمه بالفير فاليو ليس كوست تو سيل، هتشوف عامل كام وتسجله على طول. انت صار عندك اصل ديبت بيولوجيكال اسيت، الحيوان اللي اتولد ده مثلا الفير فاليو عامله 150 والكوست سيل عامله 20، خلاص هيظهر عندك 130. كريدت ايه؟ هل انت دفعت فلوس عشان يجي لك الحيوان ده؟ لا، ده اتولد عندك، انت ما دفعتش حاجه، انت ظهر لك اصل وما دفعتش حاجه، يبقى في عندك ايه؟ في عندك جين هتسجله على سيكشن البروفيت لوس بكام؟ بنفس المبلغ. تمام. دلوقتي ممكن حد يسالني سؤال، عندنا هنا في النشاط الزراعي واحنا بندير عمليه التحول الحيوي للحيوانات، في فلوس او في تكاليف احنا بندفعها، صح؟ في اكل احنا بنقدمه للحيوانات دي، وفي عمال شغالين، وفي حاجات كتير عندنا لها تكلفه. عندنا اي تكلفه انت بتدفعها وانت بتدير عمليه التحول دي، اعترف بيها كمصروف على قائمه الدخل، ديبت اكسبنس على قائمه الدخل على طول. ولما تعترف بيها كمصروف على قائمه الدخل، خلي بالك انت في تاريخ اداء قوائم ماليه بتعمل ايه؟ بتعمل اعاده تقييم وبتسجل ربح. شوف، جين هنا اهو، جين هنا تاني في التاريخ اللي احنا حصلنا فيه، وجين هنا تاني في التاريخ اللي احنا حصلنا فيه. ففي ارباح، يعني كل شويه او دايما في ارباح بتسمع عندك على قائمه الدخل، الارباح دي هتقابل المصاريف اللي انت بتدفعها عشان تدير عمليه التحول الحيوي دي. فعشان كده المعارف بيقول لك ايه؟ سمع المصاريف دي على طول على قائمه الدخل، لان تلقائي الماتشنج برنسبل، مبدا المقابله، هيتحقق. لان كل شويه يا جماعه زي ما انت شايف كده احنا بنسجل ربح، خلاص المصاريف او التكاليف انت بتتكبلها اعترف فيها كمصروف على قائمه الدخل عشان تقابل الارباح اللي انت بتسجلها دي. تمام. هي دي فكره الايه؟
إدارة التحول الحيوي للحيوانات. برضو عايز أقول لك على حاجة تانية، المعيار بيقول لك خلي بالك أنا ممكن أسمح لك إن أنت تتعامل مع البيولوجيكال أسيت بالكوست موديل، اللي هو إيه؟ اللي هو هتسجله بالتكلفة بالكوست ماينس الأكيوميليتد ديبريشن، مجمع الإهلاك والأكيوميليتد إمبيرمنت ومجمع الإضمحلال لو في عندك. الكلام ده إمتى؟ المعيار بيقول لك الكلام ده في حالات نادرة جدا، لما أنت ما تقدرش تحدد الفير فاليو للبيولوجيكال أسيت اللي عندك. لو ما قدرتش تحدد الفير فاليو للبيولوجيكال أسيت اللي عندك، خلاص المعيار بيسمح لك إن أنت تستخدم الكوست موديل. هي دي فكرة التحول الحيوي للحيوانات. تعالوا نشوف التحول الحيوي للنباتات ازاي هنتعامل معاها. بالنسبة للنباتات ازاي بنتعامل معاها محاسبيا لما انا بكون بدير عملية التحول الحيوي للنباتات دي، زي ما انت شايف في الصورة كده الحاجات دي هتظهر عندنا ازاي على القوائم المالية. اول حاجة عندنا الارض. الارض نفسها يا جماعة الغرض منها ايه؟ الغرض منها الاستخدام. طالما ارض اصل الغرض منه الاستخدام، طبق عليه معيار رقم 16 Property Plant and Equipment، معيار الاصول الثابته، وتعامل مع الارض دي بالكوست موديل او الريفالويشن موديل زي ما اتكلمنا قبل كده في معيار الاصول الثابته. اللي موجود عندنا تاني شجره العنب. شجره العنب نفسها يا جماعه هي كمان هنطبق عليها معيار رقم 16 Property Plant and Equipment، بنقول عليها Bearer Plant، نباتات مثمره يعني بتقعد معانا على اكتر من فتره محاسبيه، فعشان كده قلنا عليها اصل ثابت، لان شجره العنب دي هتقعد معايا 3 4 سنين تطلع لي في ثمار اللي هو العنب، فبتجيب لي فيوتشر ايكونوميك بنفيتس على اكتر من فتره محاسبيه، فعشان كده هنقول عليها اصل الغرض منه الاستخدام، فهنطبق عليه مع رقم 16 البروتي بلاتان كوم، وهنتعامل معاها برضه بالكوست موديل او الريفالويشن موديل. اللي موجود عندنا تاني العنب نفسه. العنب خلي بالك العنب هو موجود على الشجره كده هنقول عليه بيولوجيكال اسيد، اصل حيوي، وهنطبق عليه المعيار بتاعنا معيار رقم 41. والمعيار بيقول لك البيولوجيكال اسيد زي ما اتفقنا بيتسجل initially و subsequently بالفير فاليو less cost to sell. طب دلوقتي ممكن حد يقول لي في عندنا نباتات ما بتطلعش على شجر، يعني بتطلع في الارض نفسها زي البطيخ مثلا، البطيخ بيطلع في الارض هنا مش زي العنب كده. فالبطيخ اللي بيطلع في الارض ده يا جماعه البطيخ هو على الارض هنقول عليه برضه بيولوجيكال اسيد، بس في حاله البطيخ مش هيكون في عندك بيرر بلانت، لان مفيش عندك نباتات مثمره بتقعد معاك اكتر من فتره محاسبيه زي شجره العنب دي. بعد كده انا بحصد العنب ده، بشيله او بقطفه من على الشجر وبدخله عندي في المخزن. العنب ده في لحظه الحصاد at the point of harvest بنقول على العنب ده agricultural produce، منتج زراعي، وبنطبق عليه المعيار بتاعنا معيار رقم 41. يعني معنى كده في تاريخ حصاد العنب ده هتقيمه بالايه؟ بالفير فاليو less cost to sell. قيمته مثلا ولقيته عامل 100 دولار، ال 100 دولار دي زي ما اتفقنا هتسجلها عندك على الميزانيه كمخزون. عشان كده بيقول لك هنا this becomes the cost of inventory at initial recognition. لما انت قيمت الاجريكالتشر بروديوس ب 100 دولار هتقول ايه؟ هتقول ديبت انفنتوري ب 100 دولار. في المقابل هتعمل ايه؟ هتقول كريدت البيولوجيكال اسيت. خلاص انت ما عادش في عندك اصل حيوي دلوقتي، انت بقى في عندك انفنتوري. فقلت ديبت انفنتوري بالفير فاليو ليس كوست تو سيل. كريدت بيولوجيكال اسيت بالقيمه بتاعتها. والفرق ما بينهم هتاخده على قيمه الدخل سواء ربح او خساره. تعال نوضحها من خلال مثال عشان توضح اكتر. احنا دلوقتي هنتكلم على ايه؟ النباتات. لو قلنا السنة المالية بتاعتنا 6 شهور، بنبدأ في 1/1/2021 ونهايتها في 1/30/12، سوري، نهايتها في 30/6/2021. العنب اللي عندي ده تعالى نفترض ان هو كان يتسجل قبل كده في الانيشال ريكوجنيشن وظهر عندنا على الميزانيه بتاعتنا، ميزانيه ظهر عندنا في الاسيتس بيولوجيكال اسيت
نفترض مثلا اللغة كانت تقيم في الـ initial recognition fair value عاملة 300 ماينس الـ cost to sell 20. ده في الـ initial recognition. العنب ظهر عندنا على ميزانية في الـ assets، هنا ظهر عندنا ايه؟ ظهر عندنا biological asset بـ 280. بعد كده هنوصل في تاريخ إعداد القوائم المالية في 30/6/2021. المفروض البيولوجيكال اسيت اللي عندك ده، العنب ده، تعمل له اعاده تقييم بالايه؟ بالفير فاليو بلس كوست تو سيل. طبعا عدى عليه 6 شهور تقريبا، فمعنى كده ايه؟ معنى كده العنب اللي عندك على الشجره زاد بقى كتير، فالجوله بتاعته زادت في نفس الوقت وسعره زاد في السوق. فنفترض ان هو سعره زاد، هنقول مثلا ان هو عامل 2000 الفير فاليو ماينس الكوست تو سيل، فهو دلوقتي عامل كام؟ عامل 1980. خلاص زود البيولوجيكال اسيت من 280 الى 1980. هتزودها ازاي؟ ديبت بيولوجيكال اسيت بالفرق ما بينهم، ده ناقص ده، كريت ايه؟ كريت جين على البروفيت لوس سيكشن. لو حبينا نعمل الميزانية في تاريخ إعداد القوائم المالية، البيولوجيكال أسيت كان متسجل عندنا ب 280، بعد كده زادت تاني ب 1700، بقت عاملة 1980 اللي هو إيه؟ اللي هو الفير فاليو في تاريخ إعداد القوائم المالية. طبعا الجين هيسمع في قائمة الدخل، وبعد كده الجين ده هيزود الريتيند ايرنينجز الأرباح المحتجزة في سيكشن الايكوري، بس ده مش موضوعنا يعني. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ زي ما اتفقنا هنا هنعمل هارفست، هنحصد العنب ده. فهنقول مثلا في 20/7/2021 عملنا ايه؟ عملنا هارفست، حصدنا العنب. في تاريخ الحصاد العنب ده هنقول عليه agricultural produce، منتج زراعي. واحنا اتفقنا في تاريخ الحصاد المنتج الزراعي ده بنقيمه بالايه؟ بالفير فاليو ليس كوست تو سيل. فهنشوف الفير فاليو ليس كوست تو سيل، نفترض مثلا في تاريخ الحصاد العنب برضو سعره زاد، بقى عامل 3000 ماينس الكوست تو سيل، بقى عامل دلوقتي 2980. احنا اتفقنا ان الاجريكالتشرال بروديوس المبلغ ده او العنب ده يا جماعه اللي احنا حصدناه هنسجله عندنا كمخزون، هنقول ديبت انفنتوري بكام؟ بال 2980. في المقابل هتعمل ايه؟ في المقابل انت حصدت العنب من على الشجره اللي انت كنت مسجله بيولوجيكال اسيت، طير البيولوجيكال اسيت. هنقول بيولوجيكال اسيت بكام القيمه بتاعتها اللي هي دي. الفرق ما بينهم طبعا هيبقى في عندنا ربح على قيمه الدخل. خلي بالك معنى قيد ده ايه؟ انت حصدت العنب من على الشجره فطير العنب ده، بعد كده لما انت حصدته قيمته تاني وحطيته في المخزن، خلاص سجله عندك كمخزون في المخزن بالقيمه اللي انت وصلت لها في تاريخ الايه؟ الحصاد. والفرق ما بينهم هتاخده على ايه؟ على قيمه الدخل. طبعا احنا في عندنا ربح لان العنب سعره زاد زي ما انت شايف كده، لما حصدناه سعره بقى ازيد من السعر اللي كان موجود معانا والعنب لسه على الشجرة لما كان بيولوجيكال اسيت. تمام. بعد كده لو حبينا نعمل الميزانية، البيولوجيكال اسيت خلاص انت طيرتها هنا اهو، اللي موجود عندك دلوقتي في عندك في الكرنت اسيت سيكشن في عندك انفنتوري بكام؟ ب 2980. هي دي فكرة المانجمنت للبيولوجيكال ترانسفورميشن بالنسبة ليه؟ بالنسبة للنباتات. انت لو فهمت الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه ده انت خلاص انت كده فهمت المعيار بيتكلم عليه، يعني المعيار بيلف ويدور على الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي. المعيار بيتكلم كمان على حاجة كده لها علاقة بال، بيتكلم على الجفرمنت جرانتس، المنح الحكومية اللي هي لها علاقة بالبيولوجيكال اسيتس، بالأصول الحيوية. هنتكلم عليها ونفهمها لما نوصل لها. تعالى دلوقتي نقرأ المعيار ونشوف المعيار ازاي بيتكلم على الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي.
هنبدأ بشوية تعريفات. يعني ايه agricultural activity؟ يعني ايه نشاط زراعي؟ is the management by an entity of the biological transformation. زي ما اتفقنا في النشاط الزراعي احنا بندير عملية التحول الحيوي للايه؟ لحاجتين اتنين، للحيوانات او للنباتات. طب ليه انت بتعمل كده؟ an harvest of biological assets for sale or for conversion into agricultural produce. انا بدير عملية التحول الحيوي دي عشان اقدر احصل على agricultural produce، منتج زراعي زي اللبن ده او اللحمة دي، عشان بعد كده اقدر ابيع المنتجات دي للعملة بتوعي. or into additional biological assets، او ممكن انا بدير عملية التحول الحيوي دي عشان يحصل عندي تكاثر ويتولد عندي additional biological assets، اصل حيوي جديد زي الحيوان ده. biological asset، الاصل الحيوي، is a living animal or plant. يبقى دلوقتي يا جماعة الأصول الحيوية بتشمل حاجتين، الحيوانات والنباتات. agricultural produce، منتج زراعي، is the harvested product of an entity's biological assets. المنتج الزراعي ده هو عبارة عن المنتج اللي انت بتحصده من الايه؟ من الأصول الحيوية اللي عندك. زي ما قلنا هنا احنا حصدنا من الأصل الحيوي ده اللبن ده، فقلنا على اللبن ده agricultural produce، منتج زراعي. bearer plant، زي ما اتفقنا البيرر بلانت دي عبارة عن شجرة، الشجرة دي بتقعد عندي على أكتر من فترة محاسبية. البيرر بلانت is a living plant that is used in the production or supply of agricultural produce. البيرر بلانت دي بتساعدني إن أنا أحصل عليه، على الـ agricultural produce، المنتج الزراعي اللي عندي. is expected to bear produce for more than one period. من المتوقع ان الشجرة دي هتقعد عندك على اكتر من فترة محاسبية. has a remote likelihood of being sold as agricultural produce. بيقول لك الشجرة دي البيرر بلانت دي انت مش هتبيعها كمنتج زراعي، ما هو الشجرة دي يا جماعة هتقعد عندنا على اكتر من فترة محاسبية، فهي بتساعدني ان انا احصل على منتج زراعي اللي هو ايه؟ اللي هو البيولوجيكال اسيت اللي على الشجرة، فالشجرة نفسها هتقعد عندي لنهاية حياتها. except for incidental scrape sales، هو بيقول لك دلوقتي في نهاية عمر الشجرة دي انت هتعمل ايه؟ ممكن تقطع الشجرة دي وتباعها مثلا للغير كخشب او حاجة. يعني ايه biological transformation؟ التحول الحيوي. comprises the processes of growth، التحول الحيوي ده بيشمل اكتر من حاجة. اول حاجة عندنا growth، النمو، زي ما شفنا هنا بيحصل عندنا نمو للبيولوجيكال اسيت. ديجينيريشن، انتكاس او تدهور. يعني ايه؟ يعني ممكن البيولوجيكال اسيت اللي عندك ده بدل ما يحصل له نمو يحصل له ديجينيريشن، يحصل له تدهور. ممكن الحيوان ده يجي له مرض معين والحيوان ده مثلا يموت، ففي الحاله دي انت بتسجل عندك خساره على قائمه الدخل، وبتقول في الكريدت بيولوجيكال اسيت، بتشيل الاصل الحيوي من عندك. برودكشن، او ممكن الاصل الحيوي ده ينتج لك لبن زي ما انت شايف كده. and procreation that cause qualitative and quantitative changes in biological asset، او ممكن زي ما اتفقنا بسبب ان انت بتدير عملية التحول الحيوي دي يحصل عندك تكاثر في المزرعة عندك ويتولد عندك additional biological asset، اصل حيوي جديد. harvest، الحصاد، is the detachment of produce from a biological asset. الحصاد يا جماعه عباره عن ايه؟ عباره عن detachment of biological asset، بفصل منتج من البيولوجيكال اسيت ده، زي ما اخدنا اللبن ده من البيولوجيكال اسيت. or the cessation of a biological asset's life processes، او ممكن نعمل ايه؟ نعمل cessation، لما نيجي نحصد نعمل cessation، ننهي حياه الاصل نفسه ونحوله لايه؟ ونحوله ل agricultural produce، لمنتج زراعي. objective and scope of IS 41، هدف ونطاق المعيار ده عبارة عن ايه؟ the objective of IS 41 is to prescribe the accounting treatment and disclosures related to agricultural activity. المعيار بتاعنا بيكلمنا على المعارج المحاسبية والdisclosures اللي المفروض نعملها للايه؟ للنشاط الزراعي. it shall be applied to account for the following. اول حاجة عندنا احنا بنطبق المعيار بتاعنا على البيولوجيكال اسيتس، على الاصول الحيويه اللي هي ايه؟ اللي هي النباتات او الحيوانات.
except for bearer plants. طبعا زي ما اتفقنا البيرر بلانت دي احنا مش بنطبق عليها المعيار بتاعنا. البيرر بلانت خارج نطاق معيار رقم 41 وبنطبق عليها معيار رقم 16 بروبرتي بلانت ريكوبمنت. برضو الحاجه اللي المعيار بيتكلم عليها agricultural produce at the point of harvest، المنتج الزراعي الكلام ده امتى؟ في نقطه الحصاد. زي ما شفنا هنا كده لما حصدنا العنب ده طبقنا المعيار بتاعنا وقيمنا الاجريكالتشر بروديوس المنتج الزراعي بالايه؟ بالفير فاليو ليس كوست تو سيل. في حاجه عندنا كمان اللي هي ايه؟ جفرمنت جرانتس ريليتد تو بيولوجيكال اسيتس، المنح الحكوميه اللي هي ليها علاقه بالاصول الحيويه، هنوصل لها كمان شويه هنتكلم عليها. ريكوجنيشن اوف بيولوجيكال اسيتس، هي الشروط اللي لازم تتوفر عندي عشان اقدر اعترف بحيوان او بنبات. The recognition criteria are very similar to those for other assets. بيقول لك ان قواعد الاعتراف هنا بالاصول الحيويه زيها زي الشروط اللي موجوده معاك لما بتيجي تعترف بالاصول الثانيه. In that animals or plants should be recognized as assets in the following circumstances. بالنسبه للاصول الحيويه النباتات والحيوانات بنعترف بيهم امتى؟ اول شرط عندنا the entity controls the asset as a result of past events. لازم الشركة بتاعتنا تكون بتسيطر على الاسيت اللي عندك نتيجة حدث تم في الماضي، يعني انت اشتريت الاصل خلاص مش لسه هتشتريه في المستقبل. It is probable that the future economic benefits associated with the asset will flow to the entity. انت متوقع ان هيجيلك من الاصول الحيوية دي future economic benefits، هيجيلك منافع في المستقبل. الاصول الحيوية دي هتساعدني في ان انا احصد الثمار دي وبعد كده ابيع الاجريكالتشر بروديوس ده المنتج الزراعي ده للغير وبعد كده يجي لي بروفيت، صح؟ تالت شرط عندنا عشان تقدر تعترف بالبيولوجيكال اسيتس the fair value or cost of the asset to the entity can be measured reliably. زي ما اتفقنا يا جماعه احنا بنتعامل مع البيولوجيكال اسيتس مع الاصول الحيويه بنسجلها initially و subsequently بالفير فاليو. فدلوقتي المعيار بيقول لك لازم تقدر ان انت تحسب الفير فاليو بتاعت الاصل ده عشان تقدر تسجله لما تيجي تقول ديبت بيولوجيكال اسيت، لازم توصل للقيمه اللي هتسجلها في القيد. تمام. وهنا قال لك برضو لو انت، هو هنا قال لك الكوست برضو. ليه بقى؟ لان زي ما اتفقنا في المقدمه في بدايه الفيديو لو احنا مش هنقدر نحدد الفير فاليو ممكن نتعامل مع الاصل بالكوست موديل، نسجله بالتكلفه وبعد كده نتعامل معاه بالايه؟ بالكوست موديل، يعني نحسب له اكيوميليتد ديبريشن واكيوميليتد امبيرمنت لو في عندنا. فعشان كده قال لك الفير فاليو او الكوست، شوف انت هتتعامل بايه ولازم تقدر تحدد الفير فاليو او الكوست على حسب انت هتتعامل بايه منهم. الاصول الحيويه biological assets are the core income producing assets of agricultural activities. بيقول لك الاصول الحيويه دي هي الاصول اللي بتجيب لي الدخل بتاعي، صح؟ ما هو من خلال الاصل الحيوي اللي عندي على الشجره ده بعد كده هعمل ايه؟ هحصده وهحوله لمنتج زراعي وبعد كده هبيعه ويجي لي كاش وهحقق بروفيت. Held for their transformative capabilities، يعني ايه؟ يعني بيقول لك الغرض من امتلاكك للاصول الحيويه ان يحصل لها ايه؟ transformative capabilities. الاصول الحيويه يا جماعه عندها القدره على التغير الحيوي زي ما شفنا هنا وقلنا الحيوان ده بيحصل له ايه؟ بيحصل له biological transformation. فهو دلوقتي بيقول لك الغرض او الهدف الرئيسي من البيولوجيكال اسيتس ان يحصل لها ايه؟ يحصل لها بيولوجيكال ترانسفورميشن، تحول حيوي. فهو ده الهدف من ايه؟ من امتلاكنا للاصول الحيويه. انما لو الهدف من امتلاكك للاصول الحيويه ان انت تبيعها مثلا in the ordinary course of business، يعني انت بتشتري الحيوان عشان تتاجر فيه او بتشتري مثلا النباتات عشان تبيعها مباشره، فانت دلوقتي مش بتدير عمليه البيولوجيكال ترانسفورميشن، فبالتالي الحيوانات والنباتات اللي انت بتشتريها بغرض ان انت تبيعها مباشره تتاجر فيهم الحاجات دي بنقول عليها inventory مخزون. Biological transformation leads to various different outcomes. التحول الحيوي ده ليه اكتر من شكل. اول حاجه ممكن يحصل عندنا تغير في الاصل نفسه. زي ايه؟ الاصل ممكن يحصل له نمو زي ما اتفقنا، او ممكن يحصل له degeneration تدهور او انتكاس، او ممكن نتيجه للبيولوجيكال ترانسفورميشن يحصل عندنا ايه؟ creation of new assets، يظهر عندنا اصل جديد. لما حصل عندنا برودكشن انتاج زي هنا كده
لما الاصل الحيوي ده انتج لنا ايه؟ اللبن ده. فظهر عندنا اصل جديد، ما احنا قلنا الاجريكالتشر بروديوس ده هنسجله كانفنتوري، يبقى ظهر عندنا اصل جديد. ممكن يحصل عندك بروكرييشن، ممكن يتولد عندك اديشنال بيولوجيكال اسيد، اصل حيوي جديد زي ما شفنا هنا. ميجرمنت اوف بيولوجيكال اسيدز، الاصول الحيويه دي هنتعامل معاها ازاي؟ Biological assets are measured on initial recognition and at subsequent reporting dates at fair value less estimated cost to sell. زي ما اتفقنا يا جماعة الأصول الحيوية بنتعامل معاها ازاي؟ initially و subsequently بنسجلها بال fair value less estimated cost to sell. Again or loss arising on initial recognition of a biological asset at fair value less cost to sell and from a change in fair value less cost to sell is included in profit or loss in the period in which it arises. زي ما اتفقنا لو جينا هنا للاكسل شيت، احنا قلنا لو صار عندنا ربح او خساره مع البيولوجيكال اسيت سواء initially او subsequently بنعترف بيها على طول على قائمه الدخل زي ما عملنا هنا كده او هنا في سيكشن البروفيت اور لوس. IS 41 allows an alternative method of valuation. المعيار بتاعنا يا جماعه بيسمح لينا زي ما اتفقنا ان احنا ممكن نقيم البيولوجيكال اسيتس بحاجه غير الفير فاليو بالكوست. الكلام ده امتى؟ if a fair value cannot be determined because market determined prices or values are not available. المعيار بيسمح لك ان انت تتعامل مع البيولوجيكال اسيتس بالايه؟ بالكوست موديل. الكلام ده امتى؟ لو انت مش تقدر تحدد الفير فاليو للاصل اللي عندك، الاصل الحيوي اللي عندك. في الحاله دي then the biological asset can be measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses. في الحاله دي انت ممكن تتعامل مع البيولوجيكال اسيت اللي انت مش قادر تحدد له الفير فاليو، ممكن تتعامل معاه بالكوست موديل، تسجله بالتكلفه وبعد كده تحسب له اهلاك وامبيرمنت اللي هو الاضمحلال لو في عندك اضمحلال يعني. Once the fair value of such a biological asset becomes reliably measurable, an entity shall measure it at its fair value less cost to sell. يعني دلوقتي انت بتقول انا مش هقدر احدد الفير فاليو الاصل، فانا هستخدم معاه الكوست موديل، تمام. بس بعد كده بعد ما يعدي عليك مثلا 6 شهور ولا حاجه الفير فاليو هتبدا تظهر معاك، ففي الحاله دي لازم تستخدم الفير فاليو. This alternative basis is only allowed on initial recognition. يعني بيقول لك المعيار بيسمح لك ان انت ممكن تقيم الاصل بالكوست موديل لو انت ما قدرتش تحدد الفير فاليو كام ده امتى؟ في الانيشال ريكوجنيشن اونلي. ليه بقى؟ لان بعد كده زي ما اتفقنا البيولوجيكال اسيت بيحصل له نمو، فبالتالي بيظهر للبيولوجيكال اسيت سعر في السوق، تمام. In the statement of financial position biological assets should be classified as a separate class of assets. الاصول الحيويه زي ما اتفقنا يا جماعه بيظهر عندنا في الميزانيه في سيكشن الاصول في بند منفصل falling under neither current nor non-current classifications. زي ما اتفقنا هتظهر في بند منفصل ولا في الكرنت ولا في النون-current. This reflects the view of such assets as having an unlimited life on a collective basis. طب ليه بتعمل كده؟ ليه بتظهر الاصول الحيويه في بند منفصل؟ لان انت ما بتقدرش تتوقع الحيوان ده هيقعد عندك او البيولوجيكال اسيت ده هيقعد عندك او عمره قد ايه. All cost related to biological assets that are measured at fair value are recognized as an expenses. زي ما اتفقنا يا جماعه في النشاط الزراعي في تكاليف احنا بندفعها، كل التكاليف دي احنا بنعترف بيها كمصروف على قائمه الدخل when incurred اول ما تتحملها. Other than cost to purchase biological assets. طبعا غير تكلفه الشراء. يعني ايه؟ يعني زي ما شفنا هنا احنا لما اشترينا الاصل ده ب 500 انت عملت ايه؟ انت قلت كريدت كاش بال 500 وديبت بيولوجيكال اسيت وسجلت بيولوجيكال اسيت بالفير فاليو، بس معنى كده ان تكلفه الشراء انت حملتها على ايه؟ على البيولوجيكال اسيت، صح؟ في طبعا 20 اللي هم الفرق ما بين الفير فاليو والايه؟ وتكلفه الشراء، ال 20 دي نزلت على ايه؟ على قائمه الدخل. بعد كده agricultural produce المنتج الزراعي هنتعامل معاه ازاي؟ agricultural produce is measured at fair value less estimated cost to sell. امتى الكلام ده؟ at the point of harvest. يعني دلوقتي الاجريكالتشر بروديوس ده المنتج الزراعي ده احنا بنقيمه
في تاريخ الحصاد بالـ Fair Value Less Cost to Sell. This amount is deemed cost for application of ISO inventories. زي ما اتفقنا لو احنا قيمنا اللبن ده بمية دولار هنعمل ايه؟ هنقول ديبت انفنتوري بالمية دولار. يبقى انت دلوقتي عملت ايه؟ انت بتقول الـ Initial Cost بتاعت المخزون عبارة عن ايه؟ عبارة عن الـ Fair Value Less Cost to Sell بتاعت الـ Agriculture Produce. الكلام ده امتى؟ في نقطة الحصاد. A gain or loss in initial recognition as a result of harvesting of agricultural produce is included in profit or loss in the period in which it arises. دلوقتي يا جماعة احنا لما سجلنا اللبن ده قلنا debit inventory ب 100 دولار، في المقابل هنقول credit gain على section profit or loss في قائمة الدخل. يبقى احنا كده اعترفنا بالربح اللي نشأ نتيجة الحصاد في نفس الفترة المحاسبية اللي احنا حصدنا فيها. Agricultural produce should be classified as inventory in the statement of financial position. المنتج الزراعي ده زي ما اتفقنا بيظهر عندنا في section الأصول عبارة عن إيه؟ عبارة عن مخزون. And disclosed separately in the statement of financial position or in the notes. وبنعمل عنه وضوح سواء في الميزانية أو في disclosures. يعني أنت دلوقتي لو عندك agricultural produce وسجلته كinventory ممكن تعمل إيه؟ ممكن تعمل إضاحة في الميزانية نفسها. يعني إيه؟ يعني هتقول انا عندي انفنتوري عبارة عن لبن بمبلغ كذا وعندي انفنتوري عبارة عن لحمة بمبلغ كذا، او ممكن تظهر التوتال بتاع الاتنين دول في الميزانية وتعمل عنهم ديسكلوجرز في ايضاحات عندك تقول ان انت في عندك مبلغ عبارة عن لبن والمبلغ التاني عبارة عن لحمة. Government grant related to agriculture. دلوقتي يا جماعة بيكون في عندنا government grant منح حكومية ليها علاقة بالبيولوجيكال اسيتس بالاصول الحيوية. احنا اتكلمنا قبل كده بالتفصيل في معاه رقم 20 على الgovernment grant اللي هي related to asset، واتفقنا لما يكون في عندنا طبقا لمعاه رقم 20 اللي هو بيكلمنا على government grants، لما يكون في عندنا اصل ويجيلنا منحة من الحكومة related للاصل ده بنعمل ايه؟ يبقى دلوقتي احنا في عندنا grant related to asset. بتتعامل ازاي مع grant اللي هو related to asset ده؟ زي ما اتفقنا في عندنا طريقتين، ممكن نقلل قيمة الاصل او ممكن نعترف بالgrant كdeferred revenue وبعد كده نوزعه، نعترف به كايراد يعني على قائمة الدخل على نفس عمر الاصل. انت ليه بتعمل كده؟ طبقا لمعاه رقم 20 انت بتوزع الgrant على عمر الاصل علشان تحقق matching principle. الgrant ده عبارة عن revenue بالنسبة لك، وفي نفس الوقت الاصل اللي هو related للgrant فيه depreciation expense، ففي مصروف إهلاك بينزل على قائمة الدخل. وفي نفس الوقت انت لما تاخد الجرانت اللي هو ريليت للأصل ده بتعمل ايه؟ بتوزع الجرانت كإيراد على قائمة الدخل عشان الإيراد اللي هو جاي لك من الـ من الجفرمنت جرانت يقابل depreciation expense وتحقق الماتشنج برينسيبل. تمام، الموضوع هنا بيختلف شوية مع الـ مع البيولوجيكال اسيتس، مع الأصول الحيوية، لأن مع الأصول الحيوية زي ما اتفقنا احنا بنتعامل معاها بالإيه؟ بالفير فاليو ليس كوست تو سيل. فدلوقتي لما يجي لي جرانت والجرانت ده يكون ريليتد للبيولوجيكال اسيت، دلوقتي انا مش هقدر اوزع الجرانت ده على عمر البيولوجيكال اسيت لان مفيش عندي ديبريشيشن، فمش هعرف احقق الماتشنج برينسيبل. فالمعيار بيقول لك هتعمل ايه؟ المعيار بيقول لك هتعترف بالجرانت اللي هو ريليتد للبيولوجيكال اسيت على قائمه الدخل على طول. بس المعيار بيقول لك خلي بالك، انت في عندك نوعين من الجرانت، في عندك انكونديشنال جفرمنت جرانت. يعني ايه؟ يعني انت هتاخد منحة من الحكومة ومفيش اي شروط في المنحة دي، يعني الحكومة هتديك المنحة دي على طول ومش هتقولك لازم تعمل حاجة معينة. في الحالة دي انت بتعترف بالجرانت ده اللي هو related للبيولوجيكال اسيتس للأصول الحيوية كإيراد على قائمة الدخل مباشرة. الحالة التانية بيكون في عندنا conditional government grant. يعني ايه؟ يعني الحكومة هتديلك government grant، هتديلك منحة، والمنحة دي فيها شروط، يعني لازم تنفذ حاجات معينة علشان تقدر تاخد المنحة دي. في الحالة دي المعيار بيقول لك اللي هو المعيار بتاعنا معيار رقم 41 بيقول لك لما يكون عندك conditional government grant لازم الأول تنفذ الشروط دي علشان تقدر تعترف بالجرانت ده كإيراد على قائمة الدخل. عشان كده هنا بيقول لك ايه؟ An unconditional government grant related to a biological asset measured at fair value less cost to sell. دلوقتي انت لما يكون في عندك منحة من الحكومة ومفيش شروط في المنحة دي، خلي بالك المنحة دي related للأصول الحيوية اللي انت
بيتعامل معاها بالفير فاليو ليس كوست تو سيل. فالحاله دي هتتعامل ازاي مع الجرانت؟ should be recognized as income when and only when the grant becomes receivable. يعني انت تتاكد ان انت خلاص هتاخد الجرانت ده تقدر تعترف بيه مباشره على قائمه الدخل. بالنسبه للكونديشنال جوفرمنت جرانت، لما يكون عندي جرانت وفي شروط معينه لازم انفذها. If a government grant requires an entity not to engage in specified agricultural activity. دلوقتي لو الحكومة هتديني منحة والمنحة دي related لل government grant sorry related لل biological asset للأصل الحيوي اللي عندي اللي أنا بقيسه بال fair value، وفي نفس الوقت لما خدت المنحة دي من الحكومة، الحكومة قالت لي عشان تقدر تاخد المنحة دي لازم في حاجات معينة كده ما تنفذهاش عندك في النشاط الزراعي، يعني ما تزرعش حاجه معينه مثلا في اي وقت من الاوقات. في الحاله دي هتعمل ايه؟ هتتعامل ازاي مع الجرانت ده؟ An entity should only recognize the grant as income when and only when the conditions are met. يعني لازم تنفذ الشروط الاول عشان تقدر تعترف بالجرانت ده، الكونديشنال جرانت اللي هو ريليتد للبيولوجيكال اسيد اللي انت بتتعامل معاه بالفري فاليو كوست سيل. لازم تنفذ الشروط الاول عشان تقدر تعترف بالجرانت ده كايراد عندك. عشان كده هنا بيقول لي ايه، IS 20 does not apply to a government grant on biological assets measured at fair value less cost to sell. زي ما اتفقنا يا جماعه، لو في عندنا منحه من الحكومه ليها علاقه بالاصول الحيويه اللي احنا بنتعامل معاها بالفير فاليو less cost to sell، بنتعامل مع المنحه دي طبقا لمعيار رقم 41 اللي هو بيكلمني على النشاط الزراعي. يبقى كده المنحه دي خارج نطاق معيار رقم 20 اللي هو بيكلمك على ايه؟ على government grants. However, if a biological asset is measured at costless accumulated depreciation and accumulated impairment losses, then IAS 20 does apply. يعني دلوقتي انت لو بتقيم البيولوجيكال اسيتس الاصول الحيويه بالكوست موديل وجالك منحه ريليتد للاصول الحيويه دي، هيتعامل مع المنحه طبقا لمعيار رقم 20 اللي بيكلمك على government grants. يعني ايه؟ يعني المنحه دي هتعترف بيها على قائمه الدخل على نفس عدد السنين اللي انت بتعترف فيها بالايه؟ بالديبريشن اكسبنسز. طبعا لو انت مش فاهم النقطه دي يبقى انت ما اتفرجتش على معيار رقم 20، لان كل الكلام ده تم شرحه بالتفصيل في معيار رقم 20 ازاي لما يكون في عندنا جرانت ريليتد تو اسيت بنتعامل معاه. تمام، بعد كده هنحل السؤال اللي كان موجود معانا في امتحان سبتمبر 2020.